وركلات الأعصاب. أرجوكم لمن يعاني من ارتفاع الضغط ومن مرض السكري ومن بعض الأمراض المزمنة، نعرف كيفية التفاعل مع مثل هكذا لحظات لتكون صعبة للمناصر، لذلك نرجوكم ألا تتابعوا ما تبقى من عمر هذه المباراة، أي لا تتابعوا الركلات الترجيحية سلامة أو حفاظا على صحتكم وسلامتكم إن شاء الله. والسلام والعافية لكل الأنصار. يا أبوني القناة وشكرا للجميع وصلكم الجديد للقناة. الدريس غير بين في غيزك بين في مفلوع غيزك باي الخلعة بين في هذا خطأ من السلامي يدير فتا واعد انه يسكت. انا كنشك في غيزك هاللي قلت لكم يا دورة تاغروتي الى نقول لكم الكبار يدارون في المواعيد الكبيرة. واحمد رضا تاغروتي تصدى لكرة اسامة الراوي. اختيار اسامة الراوي اظن لم يكن في محله بالنسبة للمدرب جمال السلامي لانه رمى كل الثقل على اسامة الراوي الذي ضيع الفرصة الاولى ويمنح بذلك فرصة التقدم جبران. لفادة فريق مستحيل يزدل نفين كتلعب الخبرة خبرة الدور ديالها نفين الرجل يلعب مزيان جبران يجي هو الاول على السيرة جبران سير 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 بارك الله عليك. واحد وزيرو للوداد مبارك كامافينغا المغرب هاد الدرين كارني بزاف كنقول غي ماركياو بهدوء كيش مزاح يا سلام قمة ثقة في النفس. جبران سجل ركلة ترجيحية الأولى لفادت فريق الوداد الرياضي. مشاو للثانية هاد المرة من شارم المنشياني بيحيى واحد لواحد إذن الوداد يريد فك عقدة طالته وطردت عطية الله توا تبارك الله عنده فرق زوين مستحيل يزقلها الوداد يريد أن يفك ذلك عقدة الركلة الترجيحية احتالي في 90 ما عنده ما يجري اليوم يعتبرون مباراة فك العقد وإلى حدود اللحظة متقدم الوداد بهدف دوري مقابل لاحظوا وتابعوا كيف يتفاعلون يعيشون على أعصابهم من التنفيذ السيكور من جانب يحيى عطية الله. يحيى هل يمنح هدف لإفادة فريق الوداد الرياضي من خلال الركلة الترجيحية يحيى عطية الله؟ اش قلت لكم فراب عنده ناري كول 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 الهدف الثاني لفريق الوداد الرياضي الركلة الترجيحية الثانية لفريق الوداد وفرحة السيرية من الجماهير الودادية يقابلها ربما صدمة من طرف انصار فريق الفتح الرياضي بعد ضياع كرة اسامة الراوي. هذا كاميلي ديال الفتح صراحة ما كنعرفش عليه بزاف ولكن نقدر انا نقدر نقول غي ماركي نقول غير غي ماركي باش نحافظوا على الحضور ديال الفتح حتى الاخر. حتى العاملين من اجل وصل كاميلي ماركا من جانب كاميني وكاميني جونيور لم يضيع الفرصة. إذا
ضيع أسامة راوي زاد مادي مباريك جونيور كاميري وسجل يحيى عطية الله وسجل قبله يحيى جبران. الآن سرد من الثالث تسومو ديال الوداد عنده الفراق زوين تسومو في تنفيذ الركلة الترجمية ما عرفت نقول غير ماركيا نقول بيتا وكل جماهير الوداد تدعو وكل جماهير مكونات الفتح تدعو وسارة تدير تنفيذا من تسومو جول 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 من تسومو سجل جبران وسجل عطية الله وسجل تسومو وتسجل جماهير الوداد في المدرجات بعد كل هدف تسجل إبداعات ولمسات ودعم المشروع في المقابل جماهير فريق الفتح الرياضي لم تكن تنتظر ربما ضياع الفرصة الأولى خصوصا من حال الكرة لأسامة الراوي في الوقت ربما قد يندم المدرب جمال السلامي على إخراج هذا الثنائي أسامة الراوي وقلت المادي موهوب وكذلك منتصر الحتيم اللي تابعنا في دير ما قدمه في المباراة الدري ديال الفتح الصراحة ما عرفتش غي ماركي غي ماركي ماركا برافو جول 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 تعادل دابا 3-3 والأفضلية دائما والأفضلية للوداد اوه إذن يوسف ليموري يسجل ليموري الآن صراحة الفتح مدرسة ستكون لجلال الدوتي جلال يسجل يبقى التقدم يضيع جلال الدوتي غي ماركي ما غيزقلش خيبة دخل الوداد في مرحلة شك رغم الأمور ما زالت مفتوحة خيبة راهو فنان ما يزقلش لكن مع أفضلية ودادية وما كيزقلش وليد وليد يا ولد ينتظر تنفيذ الكرة من جلال توز شاخ 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 على الأعصاب ويلي ويلي هنا في كتبان الخبرة ديال اللاعب بلانتي يدرس صراحة سميتو ضرب الترجيح الضربة بالطريقة هذه يعني قمة الثقة في النفس يسجل هدف ولا أروع لفريق الوداد الرياضي بلمسة جلال الدودي جلال يردم طريقته الخاسر ضيع هذه الكرة رسميا الوداد يذهب للفاينال وقد يتأكد المشهد ويتشدد المشهد الله الدري هذا توي ماركي نمشيو للضربة الأخيرة ونشوفو حسب كي غيكون برافو برافو جول 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 كريم بن عارف دابا هادي هي الفرصة ديال بن عبيد بن عبيد كان ناقصه البلانتيات هنا خصو يبان أطلب منك أن تصد هذه الكرة لأنه الأمر الأخير الأمر الأخير لفريق الفتح الرياضي والكرة الأخيرة لفريق الوداد الرياضي بعدو ماتش بعدو ماتش الوداد حسوني سيصل للفاينل لمواجهة النادي البركاني حسوني الحسوني محبوب الجماهير النادي البركاني ونهائي كأس أي مارتن حسوني صراحة الركراكي قد اللعابة كلهم خبرة كلهم في المستوى صراحة في المستوى العكس ديال السلامي اللي حط ذاك التريف كيبار كلو صراحة كلو من خلال الركلة الترجيحية لفائدة فريق الوداد الرياضي أيمن الحسوني أيمن أيمن بلدو ماتش اللحظة الصعبة في هذه المباراة حسوني تنقول غير ماركي وتأهل الوداد وغنقول مبروك للوداديين من دابا نقول لهم مبروك والفتح لا يريد الوداد مبروك ذلك يريد هدف الانتصار مبروك للوداد مبروك للوداد الى النهائي مبروك على السي الركراكي مبروك على الجماهير الوداديه وكنتمنوا ديروا الاشتراك معنا في القناه والدعم